أحسن الله إليكم يا شيخ. أيضا الأخ أبو محمد يقول أرجو من الشيخ أن يجيبني على هذا السؤال، وهو بالنسبة إلى إهداء ثواب الأعمال للأموات، القول الراجح فيها، وماذا يصل إلى والدي المتوفى الذي قصرته في خدمته؟ الأصل أن كل عمل لصاحبه للعامل، قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولكن وردت أدلة في بعض الأعمال أنها ينفع الله بها الميت إذا أهدي ثوابها إليه، وذلك مثل الصدقة، مثل الدعاء والاستغفار له، مثل الحج والعمرة عنه. هذه وردت الأدلة في أنها إذا تقبلها الله ينفع الله بها الميت، وما عدا ذلك فلا يهدى للميت لأنه لم يرد بذلك دليل. والأصل أن كل عمل لصاحبه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. نعم.